اليوم راح أخبركم ليش اللي تصيروا من نايسيناميت من روتيني ولا بنصحكم تعملوا نفس الشيء. كمان خليكم لآخر فيديو تعرفوا شو هو البديل. للتذكير أنا جوزيف وأنتوا على سكينفيت. سكينفيت هي قناة نحكي فيها عن نايل البشرة والعناية بالنفس، فكي اشتركوا بالقناة وكمان اكبسوا على الجرس تعرفوا عن كل فيديو جديد أول ما ينزل. كمان تابعوني على الانستغرام وتيك توك بنفس الاسم سكينفيت. أول شيء أكيد حتقولوا لي إياه هو جوزيف أنت علمتنا على نايسيناميت وقلت لنا هذا المنتج مفضل عندك وهلا أنت وقفته وعم تقلنا نوقفه، شو عم بيصير؟ ما فيك عيش من دونه، هلا خلص وما عارف عيش من دونه. خلوني اشرح. لما انا جربت النايسيناميت لاول مره كان مع The Ordinary بهيدا السيروم بنسبه 10% وعطى نتيجه كتير كتير قويه وكتير حلوه لدرجه انه التزمت فيه انا لفتره كتير طويله، ومن النتائج يلي عطاها هو اهم شيء هو تخفيف منظر المسام يلي كتير منا نحتاجها. بعدين عنا تفتيح البشرة، توحيد لونها، تخفيف من التصبغات، تخفيف من الالتهاب بالبشرة. فعنده كتير قصص بيعملها على البشرة اللي هي كتير حلوة، وبعرف انه كتير منكم انغرموا بهالمكون بعد ما استخدموا هيدا السيروم. بس ليش انا وقفته؟ قبل ما نكمل، اذا انتو ولا مرة مجربين هيدا السيروم بنصحكم تشتروا وتجربوا لتعرفوا عن جد مفعول النايسيناميد لوحده شو بيعمل لبشرتكم، لتعرفوا عن جد هالمكون قديه هو سحري، ولتعرفوا انه لما يحطوه لهالمكون بأي منتج بالعادي هو بيكون يلي عم يعمل كل الشغل بهيدا المنتج، لأنه النايسيناميد هو مكون الصراحة سحري. شغلة يمكن ما بتعرفوها، النايسيناميد منه مكون جديد، منه اكتشاف جديد، صار له سنين طويلة موجود بالسوق بالعناية بالبشرة وبكتير منتجات بتعرفوها وبتحبوها، بس ما كانوا يخبرونكم عنها الشركات كتير لأنه كان مثل سر، يعني بيخلوه ما بيحكوا عنه، بيحكوا عن قصص تانية بالمنتجات، ما بيخبروكم عن النايسيناميد لأنه بالنسبة لهم هذا الشيء كان كتير علمي. فلما أجا The Ordinary وعلمنا عن النايسيناميد، هلا صاروا كل الشركات بده يخبروكم عن النايسيناميد. فحتلاقوا هالأيام إنه كل شركة عم بتنزل سيروم نايسيناميد، غسول نايسيناميد، تونر نايسيناميد، كرم العيون نايسيناميد، في لستة طويلة. وهيدا طبعا advertising، هيدا طريقة تسويق، لأنه ما حدا بيحتاج منتج خاص للنايسيناميد. نسبة 4% 3% كافية بمعظم الحالات، لأنه هاي الدراسات على هالنسبة مفرجية أنه كافية. اللي بدي أوصل له، ما بتحتاجوا خطوة إضافية لحتى تستخدموا سيروم خاص بالنايسيناميد. فبدكن تلاقوا منتجات عندكن بروتينكن، تسرعوا روتينكن لحتى يكون في خطوات أقل، وتوفروا على جيبتكن، تستخدموا منتجات فيها نايسيناميد بتكون كافية لكم تحصلوا على نفس النتيجة مع مكونات تانية كمان بتشتغل بغير طرق لحتى تحصلوا على نتيجة أفضل. كمان في شركات تانية بتنزل منتجات بتسميها على النايسيناميد بس بيكون فيها مكونات تانية فعالة، مثل هيدا من فيشي اسمه ليفت اكتيف سبيشاليست B3 سيروم. B3 يعني نايسيناميد، ففي 5% نايسيناميد بس بنفس الوقت في مكونات تانية بتشتغل معه، وما عندي مشكل مع هيك منتج، هو بس تسويقه على النايسيناميد لأنه مثل ما قلنا هلا كتير صار سكسي. كيف يعرف انه منتج عندي في نسبة عالية من نايسيناميد على القليلة 3-4%؟ طلعوا لائحة مكونات المنتج اللي عندكم، إذا كان النايسيناميد بين أول 3-4 حيكون في نسبة كافية، وحفرجيكم اليوم منتجات النايسيناميد هو بأول 3 مكونات، يعني في نسبة عالية، حتى لو الشركة ما بتقولكم قديه في نسبة هيدا المنتج، على الأرجح النايسيناميد عم يشتغل بطريقة كتير فعالة بهالمنتجات اللي حكي عنها اليوم. على فكرة ما فيزم تستخدموا كل هالمنتجات بروتينكم، واحد منهم كافي لحتى يعطيكم النسبة اللي انتو عايزينها لتحصلوا على نتيجة من النايسيناميد. فخبروني بالتعليقات تحت إذا أي واحد منهم حتزيدوا على روتينكم. رح نبلش مع فات ووتر من فنتي سكين. فنتي سكين هي شركة ريهانا، وهذا كان من أول المنتجات بالسوق يلي ركزوا على النايسيناميد لما صار في هيك ضجة حواليه، وركزوا عليه كمان بالتسويق تبعهم. صراحة فيك أكثر من مكون بيشتغل، بس النايسيناميد هو من أعلى النسب يلي فيه، تركيبته كتير حلوة، فبتحسوا إنه لما تستخدموه الوجه تبعكم يبين هيك مشدود ومرتاح بس مرتب بنفس الوقت.
ننتقل للسيروم، وبدي انصحكم بالفيشي مينرال 89 بروبيوتكس فراكشنز. اللي بحبه فيه لهيدا السيروم عدا انه في نسبه عاليه من النياسيناميد هو انه في بروبيوتكس اللي هي نوع من بكتيريا بتكون موجودة على البشرة، فلما نحطها على البشرة بتروق البشرة، فهي بكتيريا جيدة ما تخافوا منها. فالهدف من هذا السيروم هو تسليح البشرة، تخليها تشتغل بطريقة طبيعية. فبالنسبة لي هذا السيروم كمان تركيبته كتير حلوة، بتحسوا كأنه هيك حليب على البشرة، بتمتصوا البشرة كمان بطريقة كتير حلوة وسريعة. ننتقل لكريم العيون من سيرافي، وهيدا اسمه اي ريبير كريم. مثل ما بقول اسمه هو بده يصلح منطقة حول العيون، عدا انه في النياسينامايد يلي بيصلح البشره، في السيرامايدز يلي هي كمان موجوده بكل منتجات سيرافي، والسيرامايدز هي كمان موجوده ببشره تبعنا، بتشتغل لما نحطها على بشرتنا انه تصلح حاجز البشره تبعنا. فاذا عندكم منطقه حول العيون تعبانه بتحسوا انه ملتهبه، بيساعد فيها هيدا الكريم. كمان عندنا الهيالورونيك اسيد لحتى يجذب الرطوبه، فاذا عندكم خطوط رفيعه بيعبيها مؤقتا هذا الكريم للعيون. ننتقل للمرطب مع الرش بوزي، وهذا اسمه افاكلارديو بلس. اكتبوا على الاسم افاكلارديو بلس، في انواع مختلفه. هيدا هو مرطب للوجه كله، في نسبه عاليه من النياسينامايد، عدا هيك في زنك بذكرني بالنياسينامايد والزنك تبع دي اوردينري. كمان في جليسرين لترطيب البشره، عندنا ساليسيليك اسيد لحتى يقشر المسام من جوا لحتى يحمينا من الحبوب، رؤوس سوداء. كتير حلو هيدا المرطب، بنصح فيه للبشرة الدهنية كتير كمان المختلطة. وهيدا كان فيديو اليوم، إذا حبيتوا بصوا على اللايك وخبروني بالتعليقات إذا حتكملوا على The Ordinary أو حتوقفوا، وإذا حتجربوا أي واحد من هالمنتجات اللي حكيت عنها اليوم. ما ضروري تستخدموا على فكرة كلهم، فيكم تستخدموا واحد هو كافي، في نسبة كافية من النياسينامايد بروتينكم. نشوفكم بالحلقة الجاية، باي باي. No.